السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في القناة ديالنا. نتمنى نكونو كنحطو محتوى في المستوى. بالنسبة للمتابعين ديالنا، نتمنى يشجعونا بأبوني أو اشتراك باللون الأحمر، دور دور ويديروا جيم ويفعلوا الجرس. دور مهم اليوم، جبنا لكم واحد السلعة ما شاء الله تبارك الله، كما كتشوفوا عجول سمينة، عجول معلفة على حقها وطريقها. كما كتشوفوا هذا عجل إيطالي، يعني هاد السلالة معروفة بالروندمون ديالها الكبير، يعني كتخلي 65%، 64%، شي مرات حتى 67% كتخلي لحم صافي تبارك الله. السلعة كما قلتلكم معلفة على حقها وطريقها. بالنسبة للناس اللي مهتمين يتصلوا بالسيد، هو دور دور متواجد دور بالنواحي ديال الخريبكة. بالنسبة للثمن، الثمن جد مناسب، طالب فيه 420 ألف، يعني 21 ألف درهم. وعندو عجول اخرين، دابا ندوزو لهم مور ما تشوفو هذا. يلا على بركة الله، احنا ندوزو ليهم. هاد عجول تا هما تبارك الله سمانين، ها هما دابا دور شوية غيدورو باش تعرفوهم قداش. ها انتوما كيما كتشوفو تبارك الله، سلعة سمينة مباركة ما شاء الله. اللي عندو الغرض، ناس الجزارة، ناس بيع عشرية، تا هما اللي كيجيبو الجزارة. ها انتوما 380 ألف. كما قلت لكم المرقد من نواحي خريبكة، اللي مهتم دور يتواصل معنا. انا نحط لكم الرقم دابا، يلا هو الرقم. بالنسبه للناس اللي باغا تصيفط لنا، يصوروا فيديو بالعرض ويكون واضح، يصوروا بشويه وما يكون غير خير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.